من كييف ينضم إلينا مراسلنا عامر العروقي، ومن موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، أبدأ معك. منذ لحظات تابعنا صور مباشرة من العاصمة موسكو، تبدو طبعا يعني حركة السير طبيعية والأوضاع طبيعية كذلك، ولكن أود أن أعرف منك آخر التطورات على المستوى السياسي والأمني. ميشيل، في الحقيقة نعم، الحياة وحركة المرور تبدو طبيعية في عموم موسكو. ربما يكون هناك تقييد أو بعض القيود على حركة المرور في بعض الأزقة في بعض الشوارع، ولا سيما قرب مركز المدينة الذي يتميز بوجود المباني الإدارية أو غالب المباني الإدارية والمباني التابعة لوزارة الدفاع الروسية والمباني والمرافق الحيوية بالنسبة لدورها الإداري والسلطوي هنا في موسكو. طبعا هناك بعض مظاهر الحراسة الأمنية المشددة وفقا لما تحدثت به السلطات في إطار عملية أو نظام مكافحة الإرهاب الذي أطلقته في العاصمة الروسية ومحيطها وضواحيها خلال الساعات الماضية، أسوة بما أطلقته في مناطق أخرى من البلاد من بينها سان بطرسبورغ وفارونيش وروستوف وليبتسك. طبعا هذه المظاهر التي كنت قد ذكرتها ربما سيجري تغيير عليها وسيطرأ بعض التغيير عليها، وذلك في إطار التصريحات التي أدلى بها عمدة موسكو مؤخرا سيرجي سابيانين، والذي تحدث عن أن الوضع صعب وفق تعبيره في إطار طبعا دخول نظام مكافحة الإرهاب مفعولة في أرجاء العاصمة الروسية موسكو. ولهذا النظام طبعا رغم غياب مظاهره بالنسبة للمواطن العادي حتى الآن، إلا أن له إجراءاته الخاصة وله جهاته المختصة التي تقف على هذه الإجراءات، من بينها تشديد التفتيش على مداخل العاصمة الروسية موسكو، إنشاء المزيد من نقاط التفتيش المذكورة، تدعيمها بحواجز بأكياس الرمل في بعض المناطق وفقا لما نشرته بعض طبعا مواقع التواصل الاجتماعي التي تتابع سير التطورات مع تواصل حركة طبعا قافلة شركة فاغنر التي عبرت مقاطعة ليبيتسك، وتحدثت بعض المواقع عن اقترابها أكثر فأكثر من العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى ما كنت قد ذكرته من مراكز التفتيش طبعا تدعيمها أيضا بمدرعات في بعض أنحاء العاصمة الروسية أو مداخل العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى تشديد إجراءات التفتيش على مداخل المرافق الحيوية التي كنت قد تطرقت إليها، مراقبة الاتصالات وصولا حتى إلى طبعا حديث البعض عن إمكانية قطعها في حال إذا ما تطورت الأوضاع وأخذت منحا دراماتيكي فيما يتعلق بوصول هذه القافلة التابعة لفاغنر. هناك إيقاف لحركة الملاحة في نهر موسكو وفقا لما كنت قد ذكرتيه ميشيل، هناك نزع لبعض الإعلانات المنتشرة في أرجاء العاصمة الروسية موسكو التي كانت من خلالها تدعو فاغنر الراغبين بالانتساب والانضمام إلى صفوفها. هناك طبعا أيضا بعض التشديدات الأمنية كما كنت قد ذكرت في مركز المدينة، مركز موسكو مركز المدينة، وأيضا ربما يكون هناك تحسبا لأي تطورات أو أي تطورات تأخذ مجرا دراماتيكيا أكثر فيما يتعلق بفاغنر ووصولها وما ستقوم به على مداخل العاصمة الروسية موسكو. تحدث أيضا سابيانين من خلال التصريحات التي كنت قد تطرقت إليها إلى أهمية أن طبعا يقلل مواطنو العاصمة الروسية من تحركاتهم في أرجاء العاصمة ولا سيما في وسط المدينة في ظل كل هذه الإجراءات الأمنية التي يمكن أن تطرأ عليها تغيرات وتشديدات في أي لحظة. أتحول إليك عامر العروقي في كييف لمعرفة أيضا آخر التطورات، آخر المواقف. بعض المصادر أيضا على مواقع روسية تتحدث عن محاولات للقوات الأوكرانية لخرق جبهات القوات الروسية الدفاعية في باخموت، سوليدار، زابوريجيا. أود أن يعني أسمع تأكيد أو نفي لهذه المعلومة منك، وما لديك من معلومات أخرى أيضا. نعم ميشيل، الجانب الأوكراني ما زال يقول بأن ما يحدث في الداخل الروسي هو نتيجة حتمية لما يحدث في أوكرانيا، وهذا جاء على لسان أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني. وكذلك أيضا الاستخبارات الأوكرانية قالت صباح هذا اليوم
بأن العمليات أن هذه ما يحدث في الداخل الروسي هو بداية لانهيار نظام الحكم في الداخل الروسي وأن العملية قد بدأت. كذلك أيضا تصريحات سكرتير الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأوكراني قال بأن في روسيا بدأت الحرب على أوكرانيا وسوف تنتهي هذه الحرب داخل أوكرانيا. مستشار الرئيس الأوكراني أيضا قال بأن ما حدث في الداخل الروسي دليل واضح على الانقسام والشقاق في النخب السياسية. الرئيس الأوكراني كذلك أيضا وصف بأن روسيا كانت تخفي إخفاقاتها كثيرا وراء الدعاية وراء دعايتها والبروباغندا على حد وصفه، لكن ما حدث الآن لا يمكن إنكاره بأن روسيا أصبحت ضعيفة وأنه كلما زاد تواجد روسيا في أوكرانيا سوف يزداد ضعف روسيا. كذلك أيضا قال الرئيس الأوكراني بأن أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من الشر والفوضى الروسية على حد وصفه، لكن بطبيعة المعارك مستمرة إلى حد هذه اللحظة وفقا لما يقوله الجانب الأوكراني ضمن عمليات الهجوم المضاد الذي يشنها منذ بداية هذا الشهر الحالي سواء على الجبهات الجنوبية أو على الجبهات الشرقية، ولكن لم نذكر ولم نرصد أي تغير على مواضع الجبهة سواء في منطقة زابوريجيا أو حتى في منطقة باخمود ومارينكا، سوى أن الجيش الأوكراني بات يحرز تقدما في الجبهات الجنوبية وأيضا في الجبهات الشرقية. الجيش الأوكراني بات يصد الهجمات الروسية التي تطال تلك المناطق، وربما يكون الفرق ضئيل بين الأحداث في روسيا وانعكاساته على واقع المعارك في أوكرانيا. ربما في قابل الأيام المقبلة سوف نشهد تقلبات على جبهة القتال أو انعكاسات هذه التداعيات الجديدة في روسيا على واقع الحرب في أوكرانيا. ميشيل، شكرا لمراسلنا عامر العروقي من كييف ولأريج محمد مراسلتنا من العاصمة الروسية موسكو.